وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله سبحانه وتعالى أعطانا من النعم الكثيرة، أهمها نعمة التنفس أو النفس. نحن بنتنفس من يوم اللي بنخلق، من لحظة ما بنولد إلى أن نغادر هذه الدنيا، بدون ما نعرف نحن أهمية ونقدر أهمية هذا النفس، وكيف نحن بدون ما نعمل أي مجهود الله سبحانه وتعالى ما نحن إياها. اللوتس نحن عنا شيء، جذور اللوتس هذا موجود بشكل يومي وأساسي بالمطبخ الياباني مثلا أو بالمطبخ الصيني، هذا نحن مش موجود عنا بشكل دائم، ولكن موجود عنا بأشياء مجففة اللي هي بهذا الشكل. هذه جذور اللوتس المجففة بيستعملوها دائما بحالات الأمراض القصوى للرئتين والسعال، أو بيكون عنده بلغم، يعني عم بيصير في عنده بلغم، وخصوصا لما بيكون في مراحل كمان من السرطان. بياخذها المريض بشكل يومي وبشكل دائم، ممكن تنحط بالشوربة، ممكن تنحط بالشاي، تنغلى بس شاي، ممكن تنعمل بودرة وتنرش بقلب أي أكل نحن عم ناكله عم نطبخه. وبنفس الوقت فيها كثير منقيات للدم، يعني بتحتوي على الفوسفور اللي بنقي الدم وبنظفه. من العناصر الغذائية المهمة كمان اللي بتنظف الرئتين هي عشبة الراهب أو الممرضكة. يعود تاريخ عشبة الراهب لحوالي 800 سنة، واكتشفت بجنوب الصين وبشمال تايلاند. اسمها عشبة الراهب لأنه كان في راهب هو اللي كان عم يجمعهم من الحقول والبساتين وغيره، وكان هو يحاول يعمل عليهم دراسات وعرفوا بالطب الصيني اللي بيستعملوها من زمان، من حوالي 800 سنة، تستعمل كبديل للسكر. ومن أهم ميزتها أنه هي صحيح كتير حلوة، ولكن ما بتعلي السكري، لذلك مفيدة جدا لمرضى السكري. بتنظف الرئتين، بتساعد على التخلص من الوزن الزائد، بتساعد على نظافة الشرايين، بتساعد على المناعة، بتقوي المناعة بشكل، وكمان مهمة كتير للأشخاص اللي يصابوا بسرطان الرئة. خلينا نفتحها لحتى نشوف شو في بداخلها. إذا فتحناها لعشبة الراهب هون يطلع عنا بالضبط مثل حبة الجوز، يطلع عنا حبة جوز بالشكل هيدا، ولكن هيدي منا حبة جوز. نضعها بطنجرة أو ببريق شاي كبير بساع أقل شي لتر مي. لتر المي هذا بنخليه يغلي، أول ما تغلي بنخفف النار ونخليه يغلي حوالي ثلث ساعة لحتى نستفيد نطلع منها الخصائص العلاجية. هذه كثير مفيدة بشهر رمضان المبارك، لأنه الناس بتحب الحلو، بتحب تشرب شيء حلو، فيهم يحلوا فيها الشاي، فيهم يشربوها زي ما هي. معظم الأشخاص الصائمين، المرضى والغير مرضى، بيستفيدوا منها لأنه ما بتعلي السكر، بتعمل ميزان للإنسولين ريزيستنس أو مقاومة الإنسولين، وبيكون الإنسان عم يشربها بدون ما يحس بالخوف أو بالخطر على الصحة. رمضان كريم.